البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اش بغيت نقول لكم البنات، بديت لكم الفيديو مع الصباح، خصكم خارجه غدا غير هنا الفورماسيون هنايا. لا لا ما تخافيش، عفوا برك كاين سخون ولا في شعله؟ اوه يا ربي ها في شعله. معوده هنا الفورماسيون البنات، عفوا حكيمه طيبه ليا، تصوروا خديت ليها البومه الاولى ما دارت ليها والو، البومه الثانيه ما دارت ليها والو. غنهود دابا الفورماسيون ناخذ واحد البوماده. اش بغيت نقول لكم؟ تحكي تحكي الجنات، وانتم معايا البنات. ها في شعله برتقون. نعبر راسي بعدا نشوف راسي شحال كنوزن. بلاتي بلاتي نجبد بلاتي بلاتي. البنات درت هادي الاول، هادي راه معروفه في الاول، هادي كانت موافقه ليها ولكن من بعد لا ما بقاتش موافقه ليها. ودابا وخديت ثاني، هادي عيطنا للطبيبه خديت هادي والو حتى هي ما دارت ليها حتى حاجه. البنات هادي كنديرها بيجو دي بيجو، مازال هادي في السن شويه، هادي خديتها ب 13 اورو والو، هادي كناخذها ب 4 اورو ومازال شويه. هادي مره راه كنديرها، هادي راه ما بقيتش كندير منها ثلاثه المرات ولا مع ربعة، صافي غير كنديرها ليها صافي كتزيد تحمرها وكتزيد مسكينه صافي حيتها بس ما نديرهاش. ودابا راني خديت ليها كريمه اخرى. البنات هي هادي اللي خديت، اللي مشيت دابا خديت هادي، كانت ورات عليا اختي قالت لي ديريها ليها، كنت درت ليها واحد شويه حيد ليها الحبوب. هادي البنات كتحيد الحبوب بحكا بعض المرات كطيب ليا كانوا فيها حبيبات، هادي مازال كتحيدهم ليا. هادي هي اللي صراحه زوينه، وهادي راه كنديرها ليا دائما. هادي راه دابا مني كتصح ليا كنرجع ليها، هادي هي اللي كندير ليها الصراحه، حتى هي راه زوينه. هاد الزرقاء هادي الغوز، لا الغوز جربتها البنات عيانه في السن، الغوز عيانه. هاد الزرقاء اللي زوينه، والحبيبات حقا هادي حتى هي زوينه، انا ولات عليا اختي كنديرها ليها حقا الصراحه وافقت ليها. اما هادي راه 13 اورو والو، غير كتزيد كيف قلت لكم، غير كتزيد كطيبها هادي. هادشي اللي كاين لوزيلات صافي. هنا البنات من بعد ما درت ليها البوماده واش نقول لكم، رداتها وقمتها ونحستها باش خليني نشقى على خاطري. المهم البنات بقات لي هاد الضريبيه هي اللي بقات لي باغا ندوز نصبنها الصراحه. كملت كلشي وبقى لي غير هاد الضريبيه، الضريبيه الكبيره ما غنصبنهاش لانها نقيه. انا دزت عندي هاد الزريبيه اللي باقا ليا مسخه، قلت ندوز نحيدها عليا دابا. كلشي صبنته، كلشي صبنته، نفعتني هاد الباسكه هنا في حقه في الحمام، ونفعني حتى عندي هنايا البنات القرقاره كيهود ليا الماء كيف ما كتشوفوا عندي هنايا. ناتي ليكم هانتوما هنايا، شفتوا ديري ليها بحال المغرب، نفعتني نفعتني بزاف صراحه. ندوز اجي 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 هنا نتيا، كنت كاريه البنات الاولى الصراحه زوينه، عندها الباركو عندك فين تصبني، عندك ديال تبرد القلب، وهذا حتى هو الصراحه راه نفعني بزاف. انا باش باش كاتين اويلي
قلت لها ماضي والله كي كملت قلت لها كان ديال المغرب شلبت راسي مزيان عطيت مقطر ما عرفتش وهدنا الحراره نموت الكحله. المهم ندوز دابا نمشي ليهم الغدا سخفت جلما ما حكيت الله يربي الله. المهم كملت عرفتو ارتاحيت صراحه دابا ملي كملت كل شيء كملت الكواش كملت باقي لي غير واحد الكاشه هي اللي باقا ليا ولكن نتا المهم غير مغطين بها غير مره بغيت هي نشللها بحقا نجيب ليها واحد حتى ما عنديش امر بيدانت حتى هي نشللها مزيان وندير ليها واحد الفريكه خفيفه صافي ونشرها صافي هي اللي بقات عندي. عرفتوا دابا حسيت بالراحه ملي كملت الكواش ديالي كاملين على حسب انا البنات غير كنفرشهم بحقا البا حيت با عزيز عليا الارض ناس في الارض هادشي اللي كاين. المهم ندوز نوجد ليهم دابا الغدا وتصوروا هلا كيدخل زكريا تقول لي عيطوا لي السبيطار خلاني واحد الخلعه قالوا لنا جيبوا حكيمه. المهم غنمشيو نشوفوا اشنو بغاو خلعوني صراحه غنمشي نشوفوا اشنو بغاو وهانتوما معايا غير نزرب دابا على الغدا بحال تخلعت. المهم هانتوما معايا اخواتي الشده هي شده راه لما درت الشتي راه ما نحش بالراحه وما نشقاش على راحتي وانتم معايا صافي. هنا البنات كيف ما كتشوفوا بالنسبه للغديوه درت الحيمات ساهل هذا الاكل هذه بصله وشويه زبيب هذه بالزربه جيت وجدتها ليهم البنات هذه يعني ديرها في اخر لحظه صراحه جا كيشه هي الطويجين البنات صافي. درت لهم شويه شلايده ديال الزرع درت عليها البنات الطون والمايس حتى هي كتجي غزاله وكتعجب الوليدات بشويه المايونيز صافي. حطيت لهم البنات في الطبيسلات وسخنت الخبز اللي انا ولي جا عندي انا ما كنعجنش يوميا كنديرو غير في الفريكو البنات وكن بحكم مره كنسخنه. البنات كما كتشوفوا من بعد ما تغدينا اختكم بالزربه جمعت روينتي مسحت كيف ما كتشوفوا رديت كل حاجه لبلاصتها رديت المعينات لبلاصتهم صافي سديت الماكينه البنات لان داخله شي شمس ما نقولش لكم صافي عرفتوا الحراره المفرطه وغنتسنى شويه عاد نطلعها كيما سينا كينصات بزاف صافي. هادشي اللي كاين لوزيلات وهانتوما معايا في نهار اليوم الله يا رب الله كنزلنا البنات دخلت وحده قبل ما نسى انا هي معيطين ليها المهم انا باقا كنتسنى الدريه تخرجوا من برا قبل ما يمكنش يدخلوا هانتوما معايا البنات رجعت معاكم اش نقول لكم الغزيرات ديالي اختكم خرجت منها خلعه عرفتوها الطاليان والله حتى هبال ودراوش والله البنات تصوروا علاش عيطوا ليا الحكيمه على حساب واحد اللي صام ما داروهمش ليها مني بغيت نخرج من السبيطار على الودينات وعيطوا ليا هذوك اللي صامي ما درناهمش ليها خاصة ضروري ديرهم. شوفوا يا البنات عيطوا لي على الودينات اللي صامي باش دير يشوفوا الودينات واش كتسمع مزيان ولا ما كتسمعش صراحه والله هاد البلاد هادي هادشي فيها زوين بلادنا حنا ويلا غيبقاو يسولوا لك واش التربيه كتسمع ولا ما كتسمع ولا وداروا لي هاد التحاليل الحمد لله وديجا جنات حكيمه كان دائما كنقول جنات حكيمه ديجا كنخبط عاد كتسمع كنبحك اختها بدات كتبكي كتبغي حتى هي تبكي ديجا عاد تبارك الله كتسمع. هادشي اللي كاين الوزيرات ديالي غير على الودينات هادشي اللي كاين ياك حكيمه. المهم البنات نزل زكريا هنا يجيب واحد الحاجه وغادا نمشي ان شاء الله ندير ليهم شي حاجه للكوتي باش نخرجهم في العشيه. المهم ندير لهم شي حاجه لقوتي اختكم نمشي حدا البحر ولا نشوف. المهم غنشارك معكم حتى واحد الحاجه كان جابها ليا زكريا وما شاركتهاش معكم واحد الهديه من زكريا وصافي اختكم مع مني سمعت باغا نجي للسبيطار ومني اختكم وراتكم حتى حاجه مابقاتش عاد تلقانا. المهم غير نمشي ان شاء الله ونشاركهم معكم وهانتوما معايا في هذا النهار ان شاء الله.
البنات اول حاجه غندوز نشارك معكم هاد الكيكه هذه اللي بالزربه كتوجد اللي ما كتصدقش مديها كيكه حرشه هذه بالسميده البنات الرقيقه كتجي زيرو تقدر ديريها حتى بالقمح ولكن بالسميده كتجي الد هانتوما البنات كتجي فنه فنه صراحه هانتوما كيفاش كتجي وغزاله كالقوتي الوليدات في اخر لحظه واخا تحط لي عليها الفران هذه ما كتهبط ما حتى حاجه هذه حرشه البنات بالكاكاو كتجي وهنا البنات غندوزو بالنسبه للمقادير كيف ما كتشوفوا عندي ثلاثه البيضات عندي هنا جوج كيسان ديال السميد المهم بالنسبه لهاد العباره البنات عندكم كاس ديال اتاي اللي كتشربوا فيه على هاد القياس البنات غير انا دابا اختكم جايه عيانه ما قاده على بقى نغسل في الكيسان درت كيسان ديال البلاستيك هنا كيف ما كتشوفوا البنات عندي جوج كيسان ديال ثم كاس ديال اتاي اللي كتشربوا به عندي جوج كيسان كيف قلت لكم راه ماما في السوبيره جوج كيسان هنا البنات ديال السميده عندي كاس ديال الحليب عندي كاس ديال الزيت عندي هنا كاس ديال القهوه يا اما البنات عصروا القهوه يا اما ديروا هذيك ديال سريعه الذوبان هنا عندي البنات كاس ديال الكوك وهنا عندي جوج ملاعق ديال الكوك الكاكاو المر وعندي هنا البنات 15 غرام ديال بيكين باودر وعندي ثلاثه البيضات صافي غندوز دابا ندير البيض البيضه البنات عندي هنا قبيصة الملحه برينا قالت لك ماما وطرب ندير انا كيكه هانتوما بعد ما طربات كيف ما كتشوفوا صابري البيض صافي دابا غندوز البنات غندير كاس ديال القهوه عندي هنا كاس ديال الحليب دائما البنات الحليب دافئ جبدوه من الثلاجه ديروه دافئ عندي كاس ديال الزيت وعندي هنايا البنات ملعقتين المهم انا غنخليهم لكم في صندوق الوصف هاد المقادير جوج ملاعق كبار ديال الكاكاو المر وغندير كاس ديال الكوك وعندي هنا البنات غنضيف كاس الاول ديال السميده السميده الرقيقه بلاتي نوريها لكم راه صابرين ديك السميده اللي درنا منها هادي البنات هي اللي كنستعمل هادي شفتوها هادي كديريها البغرير كديريها هي هادي اللي كنستعمل البنات راه كاينه في امدي بالنسبه للبنات في ايطاليا اما المغرب راه موجوده السميده ندير هاد الكاس الثاني صافي هنا البنات وغنضيفو خميره الحلوى صاشي ديال 15 غرام بعد ما خلطناها البنات كيف ما كتشوفوا جميع المقادير خليت هنا البنات حتى ارتاحت ليا مزيان هذيك السميده اختارت كيف ما كتشوفوا ها نتوما لبنت لكم البنات بقات جاريه شويه خليتوها ارتاحت وما اختارت زيدوا فيها واحد الملعقه ديال اخرى ديال السميده انتوما عينكم ميزانكم المهم ها هو الخليط كيف ما كتشوفوا صافي خديت هنا هاد اللاطه هذه هي اللي غندير فيها هانتوما انتهى البنات المقله ضروري دهنوها بالزبده والسميده صافي هانتوما البنات هانتوما صافي غندخلها دابا الفران هنا البنات من بعد ما خرجتها من الفران كيف ما كتشوفوا ما شاركتش معكم التزيين تنو غير جينا الفيديو طويل البنات المهم لاصوص صوبته غير بجوج كيسان ديال الحليب ودرت عليهم البنات جوج ملاعق ديال المايزينا ولحت عليهم واحد جوج ملاعق ديال الشوكولاط غير ديال القرعه البنات وكتلوحي عليهم واحد الملعقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان كتعطي نسمه القهوه صافي ودرتها من الفوق البنات وزينت التزيين كيبقى اختياري يعني تزينه درتها غير الكوك وشويه اللوز ايفيلي هادشي باش زينتها البنات كتجي غزاله وناجحه وبزربه توجد ليك وما غتحشمكش يعني الا جا عندك شي ضيف وجديها ليه ما غتحشمكش كون غزاله اش نقول لكم
هادو راه كنت باغا نشارككم معكم قبيله ولكن ما شاركتهمش معكم لانني كيف قلت لكم صافي ما بقات حاليا ليا. صافي ترجع دابا على نوريهم لكم ونوريكم هاد العيبات جابو مني زكريا، هاد القويميجات، هاد العيبات، هاد القويميجات اللي غزالين، هادي غنلبسها ومهم غنلبسهاش دابا تنلبسها ان شاء الله وغنشاركها معكم البنات تكون بحكه خارجه ونشاركها معكم. عرفتوا فن هادي في اللبسه بحكه هانتوما هادي بحال الفراشه زوينه، بغيت نديرها انا مع سروال في هذا اللون هذا، فالزوينه يعني تلبسيها مع اي سروال في الخضر ولا في البلو ولا في هذا اللون هذا الموف، يجي واعره وفيها بحكه الحميمر وغزاله في اللبسه واعره البنات وطويله، راها طويله هانتوما راها طويله. وبغيت نشارك معكم قويمجه اخرى تاع هي هانتوما شحال فن، هذه فن هذه تاع هي عرفتوا في اللبسه واعره واعره فيهم ستيل مغربي هانتوما فيهم الكميمات هكا شفتوا فيهم هاد الوريدات هادو ومهوده بحكا بها فيها الصيفات فاش عجبني حتى الكل ديالها زوين يعني ما محلولاش بزاف وبالنسبه ليا انايا مزيانه فيها الصيفات هنايا هانتوما فيها هاد ديزاين هذا جا فن 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 وفيها هذه من التحت بحال الكمام وطويله فزوينه طويله البنات بحكا مع سروال تجي غزاله له له خطي علينا رجالتنا البنات. ونشارك معكم واحد الحاجه اخرى شراها ليا هذه البنات حتى هي فن فن هذه خدها من عند على ما اظن باكستاني، هذه البنات ما كيتبدلش نهائيا اللون ديالها قال لي ديريها بحكا هذه اتصلي بها الماعن وكل شيء ما كيتبدلش نهائيا اللون ديالها. شوفوا شحال زوينه وزيله وزيله باش نديرها في ايدي ونشاركها معكم فن فن. شوف كيف دايره قلت لك تجيب لي جوج بحال هادو لان غزالين فن مال البنات كيفاش جات غزالة وفنة شفتو. وهنا غنحبس معكم البنات الفيديو ونقول لكم بالسلام عليكم تهلاو في ريوسكم ومنساوش دائما انني احبكم في الله ومعرفتش هذا الفيديو قداش غيجي المهم غنمونطيه وان شاء الله ومهم اليوم محاش غيبقى لي الوقت غنشوف غدا ان شاء الله. وهنا غنقول لكم قبل عليكم اخواتي.